بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة في ختام هذا الأسبوع. بالطبع في نهاية هذا الأسبوع بيكون في تفاصيل كتيرة مرت على الرياضة المصرية طيلة هذا الأسبوع، سواء مباريات محلية، مباريات إفريقية، أحداث عديدة. وبالتأكيد داخل قناة النادي الأهلي بيهمنا في الشأن الأول يكون الحديث عن النادي الأهلي، خاصة إن البداية والانطلاقة مبشرة بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن كيف سنتعامل مع المرحلة القادمة؟ متطلبات المرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي، رؤية الجهاز الفني للفترة القادمة والمشوار المحلي، الجمهور كيف يقيم هذه المرحلة بالنسبة للجهاز الفني وفوز النادي الأهلي بأول مباراتين في الدوري العام وانطلاقة جيدة في البطولة الإفريقية. كل هذه التفاصيل بالتأكيد هتكون محور حديثي مع الناقد الرياضي الأستاذ محمد مصطفى اللي بينورنا النهاردة وبيشرفنا في برنامج الأهلي ليلة. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك في قناة الأهلي، بيتنا الكبير إن شاء الله. أهلا بيك. أهلا بيك. طيب في البداية الانطلاقة جيدة جدا والبداية ممتازة، لكن في نفس الوقت دور الإعلام إنه لما يتكلم مع الجمهور لازم يعرفوا طبيعة المرحلة اللي احنا فيها. وأنا دايما بحس قوي أو بحب أتكلم مع الجمهور إن احنا نتكلم بمنطقية وبعقل، عشان سقف التطلعات والطموحات لما بيزيد قوي نتيجة بعض الناس لما بتكتب على السوشيال ميديا فبتخلي الجمهور يمشي معاه، ولو حصل تعادل أو خسارة في مباراة نتيجة ظروف معينة بتلاقي الكيرف نزل مرة واحدة واتقلبت الآية. التوقيت ده مهم جدا نتكلم مع الجمهور ونناقشه في هذه الجزئيات بشكل كويس، وكمان نفكره بالتاريخ عشان الناس وهي بتتابع الأهلي وبتقيم المرحلة اللي احنا فيها يكون تقييمها منطقي وعقلاني عشان نقدر نكمل بشكل كويس على مدار الموسم. تمام، كلام جميل والفكرة حلوة اللي انت طرحتها، لأنه احنا كتير من الجمهور الأهلاوي عايش الفترة اللي فاتت دي كلها، ونتكلم بوضوح في فكرة مانويل جوزيه وفريق الكبير اللي كان معمول في أول الألفية. وخلينا نتكلم يعني فعلا الفريق ده يستحق دايما يكون في ذاكرة الجمهور الأهلاوي على طول. وعشان كده شريحة كبيرة قوي لا تزال تعيش في نفس الحلم ده. نحتاج دايما نقول لها لا، احنا كان عندنا مدربين كبار وحققت طموحات كبيرة قوي لكنها وقعت كتير. يعني لو انت ترجع مثلا، انا فاكر كويس قوي السبعينات كان عندنا مدرب عظيم هيديكوتي كانت نتائجه المحليه رائعه جدا، يمكن فقط دوري واحد بس 77 78، لكنه على المستوى الافريقي ما كانش موفق سنتين ورا بعض، وخرجنا مره من مولوديه الجزائر وثاني سنه من هارت اوف اوكس الغاني. لما تيجي لمدرب عظيم تاني زي فايتسا، هنتكلم عن المدربين الاجانب لان المدرب اللي عندنا اجنبي بالظبط، مش محتاج اتكلم عن الكابتن الجوهري وافريقيا او الكابتن سايس وكابتن طه اسماعيل وكابتن طبعا انور سلامه مع باركر، كان باركر اعتقد كان جيف باتلر سنه 88 مش 77 88، لكنه بنتكلم عن الاجانب. فايتسا كان عامل موسم عظيم مع نادي الاهلي، خد البطوله الافرو اسيويه وفي الدوري المصري عام كان مكتسح الدوري وخد دوري وكاس، لكنه افريقيا خرجنا من السيمي فاينال مع وفاق ستيف بضربات الجزاء. مانويل جوزيه بقى في اول انطلاقه في نص السيزون الاولاني بالدوري كان الاداء في الدوري متوسط، خسران اول ماتش اعتقد من غزل السويس 2-0، لكنك في افريقيا كنت بتعمل نتائج تانية. وخلي بالك حتى النتائج دي ما كانتش عظيمه، يعني انت كنت محتاج اخر ماتش تكسب في الجزائر على افريقيا، ولا في افريقيا تكسب في الجزائر شباب بلوزداد وكسبته. جيت في السيمي فاينال تعادلت في القاهره 0-0 وتعادلت 1-1، لكن جيت في النهايه عملت نتيجه عظيمه بره 1-1 وهنا 3-0 بالظبط. وفي الدور الثاني كانت النتائج المحليه رائعه جدا اتحسنت، فما كانش في دايما توافق بين التجربتين. تجربه فيصل الثانيه هي اللي كانت فيها المسيره العظيمه محليا وافريقيا. افريقيا انت واخد كاس افريقيا 2005، ومحليا كنت مستمر في الفوز المتتالي الموسم اللي هو الموسم دوت 2005 2006، مش كده برضه؟ انت عملت فيها ريكورد في الارقام القياسيه في عدد مرات في موسم 2004 2005. انت عملته قبلها اصلا 2004 ومكمل في افريقيا، وانهيت حتى مسابقه الدوري بلا هزيمه. ايوه انت عملت كده فعلا. لا وانت خد بالك البدايه كانت خروج من افريقيا مع الهلال السوداني بالظبط، وجيت في السيزون ده في السيزون الافريقي 4-5 خدت اكتساح تعادلين و24 فوز، لكن وفي افريقيا خدت البطوله في الموسم ده بلا خساره اعتقد تعادلين او ثلاثه مش متذكر قوي. فالبدايات دي ما كررتش كتير. نيجي بقى الفايرر، لما نشوف البدايه دي انت الناس كلها بتقول ايه 6-7 ماتشات وبعدين نحكم عليه،
طب الست سبع ماتشات دول مش كلها في افريقيا في مجموعات لسه، لانك هتلعب في المجموعات في نهايه نوفمبر بالظبط 30 نوفمبر. هل لو حكى لو مشي في الدوري كويس والماتشات زي ما احنا شايفين في تصاعد جامد واداء تقدر تقول ان هو ماشي نمطي مش فوق وتحت، لا الماتشين ورا بعض تعتبر اداء عالي قوي، رغم ان ماتش الانتاج كان فيه اهداف اكتر، لكن سموحه كان فيه فرص كتيره ضايعه، يعني كان ممكن النتيجه تقرب، يعني كان ممكن الاثنين يكون 3-0 3-0 كانت تبقى يعني. لكن الاداء اقصد الاداء قريب من بعضه قوي. طيب انت عندك لغايه اعتقد لغايه مباراه كنا عملت 7-8 ماتشات، طب حصل تعثر هنا بقى بنقول في اول ماتش ليك تعادل بره، يعني انا فاكر كويس قوي كنا خدنا كاس افريقيا اول ماتش في تاني سيزون 2006 2007 في المجموعات خسرنا من صفاقس 1-0 هناك اللي هو خدنا فيه البطوله في الاخر بهدف ابو تريكه في تونس. القصد اقول ايه بقى من ورا الكلام ده، مش معنى انك اتعثرت انك هتخسر البطوله، انت ممكن تتعثر في اول ماتش وتكمل وتاخد البطوله. اذا انت لازم تكون شايف كويس قوي الفرقه ماشيه ازاي، اداء متذبذب ولا اداء ثابت مستوى كويس، انك انت ما بتلعبش لوحدك لا في دوري ولا في افريقيا، انت دايما بتلعب فرق كتير بتلعب فرق ممكن تكون غير موفق. امبارح الشناوي بانقاذ عظيم في اول الشوط الثاني كان ممكن جدا الماتش العقرب ونتيجه 1-1 وكان حقيقي. ممكن تكسب حقيقي. تمام، ايه اللي خلاك بقيت انت مطمن انك انت شايف المستوى الفرقه عالي؟ لكن نرجع اقول لك بقى، انا كاهلاوي بعيدا بقى او ومتابع للكوره كويس قوي، انا مستني. انا كنت امبارح اقول لك على حاجه، الجون اتاخر شويه كان ممكن تستنى انك انت كل ما الجون يتاخر انت هتعمل ايه، فايلر هيعمل ايه، ده لسه مش شفناهوش. هل انت هتقدر قدام الفرقه اللي بتعمل دفاع ضاغط دي هتقدر تعمل العاب معينه وتغييرات معينه تفك الدفاعات دي وتكسب؟ ده برضو خد بالك انا كنت ايه عمال مستني ده هيحصل، واشوف الشوط الثاني الجون جه مستني مواقف معينه عشان تبني عليها الجون بوظها يعني خد بالك، والجون الثاني طيب مستني يخش فيها الجون الاول وهتعامل معاه ازاي؟ ده برضو ما حصلش. فخلي بالك احنا لسه في اختبارات، انا عشان كده ايه دايما بكون متحفظ في الحكم. هو ده ليه بقى؟ عشان كده انا بدات حلقتي بالحديث مع الجمهور في الجزئيه دي. ليه؟ لان ثقافه الجمهور للاسف تاثرت بالسوشيال ميديا. بعض الناس ممكن تكتب على السوشيال ميديا بوستات فبتوجه وجهه النظر والراي العام في اتجاه، زي ما حصل الكلام ده وقت ما تم التعاقد واعلان التعاقد مع فايلر، حد كتب او اتنين او ثلاثه راحوا في سكه السيفيهات فخلى الناس كلها تروح في سكه السيفيهات، لغايه لما احنا لحقنا الموضوع في بدايته وعملنا فرمله وقلنا تاريخ الاهلي في الموضوع ده، فابتدت الناس ايه شويه شويه تهدى. لما بدا الموسم وفوز الاهلي ابتدى الناس تقول خلاص الحمد لله، لا ده احنا زي ما انت قلت تجربه مانويل جوزيه والبدايه الجيده، لا واحده واحده. لان انا الكلام ده بقوله ليه؟ انا عشت المواقف دي كتير قبل كده في النادي الاهلي وذكرت لي جزئيه مانويل جوزيه. دايما المشوار المحلي ممكن تكون ماشي فيه كويس جدا وتيجي في افريقيا في اول مباراه يحصل تعثر فتلاقي رد الفعل يبقى سلبي وعكسي. فانا عايز الجمهور يقيم المرحله بعد فتره طويله عشان ما يصدرش لا صوره ايجابيه قوي ولا صوره سلبيه قوي، لان دايما بحس ان سقف الطموح وقت ما بيعلى بشكل كبير قوي في لحظه ممكن بينزل بشكل سلبي وبيجي بشكل سلبي كلها المنظومه. هقول لك على حاجه، انا اقصد ايه ثقافه الجمهور نفسها. صحيح. لان ثقافه الجمهور دي هتفرق كتير قوي مع الاهلي السنه دي جدا، وعايز اراهن عليها عشان اتغاضى عن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. طيب انا هتكلم في جزئيتين، حته السي في الاول. انا هقول لك على حاجه، الجرايد القديمه انا قريتها كويس جدا، كان مستر هيدي كوتي لما جه الاهلي ما كانش الخيار الاول لما الكابتن صالح وكان مشرف على الكوره راح يجيبه من المجر، كان في خيار بونجاك وحد كان لعيب في الثلاثي الهجوم المجري، كان بونجاك وبوشكاش وهيدي كوتي. تمام، كان هيدي كوتي في الوقت ده بقى يدرب انديه يمكن تقدر تقول لو انت عندك الجدول الدوري 12 14 دوري 14 فريق في الجدول كان من 10 وال11 رغم انه عمل انجاز كبير سنه 63 لما خد مع انترخت فرانكفورت، لا اسف كان فرقه ايطاليه خد كاس الاتحاد الاوروبي، يعني انجاز. تمام، انا عمال افتكر فرقه مش حضراني، ولكنه بعد كده من 63 لغايه 72 لما الكابتن صالح جابه ما كانش بيعمل حاجه خالص، بالعكس الكابتن صالح حب كان له اصدقاء كتيره جدا فلجأ لاحد اصدقائه في الاتحاد المجري، حد قال له روح لصديق ليا في الاتحاد المجري يقدر يدله على مدرب كويس بالعقليه اللي الكابتن صالح كان عايزها. الكابتن صالح كان عايز عقليه معينه، فقال له على كابتن على مستر هيدوكوتي، ويقال في بعض الروايات ان مستر هيدوكوتي وقتها كان فاتح محل ادوات رياضيه وقعد راح قعد معاه في المحل عجبه دماغه وجابه الاهلي
السي في بتاعته كانت بطوله سنه 63، حتى لو كانت بطوله اوروبيه عالميه، لكنه ساب المجال بالنسبه له اصبح هوايه انه يدرب فريق في النصف الثاني من الجدول في الدوري المجري. وما كانش الدوري المجري في الفتره دي عالي زي فرقه هونفيد اللي كانت في الخمسينات، كانت فرقه في اوروبا هي اللي عامله الجيل الذهبي للمجر اللي وصل نهائي كاس العالم 54 بالظبط. تمام، الفرقه اللي غلبت كمان انجلترا في ملعب ويمبلي اول هزيمه تاريخيه لست 3. شوف فرق كبير جدا الوقت ده، كانتش المجر فيها انديه تقدر تنافس تقول ان انديه كبيره خلاص انتهت. لما تيجي المستر فايتسا، هو كان مدرب فريق ناشئين في منتخب الناشئين الالماني اللي خد كاس العالم، تقدر تقول كده زي مثلا هاني مصطفى لما خد كاس افريقيا. ما احنا برضو لما نيجي نقيس، هو خد كاس، هو كان مدرب منتخب ناشئين. هل كل منتخب مدربين منتخب الناشئين نجحوا عندنا؟ بونفرير كان مدرب منتخب الاولمبي اللي خد الميداليه الذهبيه عندنا لا موفق. فاذا القصه ما ينفعش نقول عنه مدرب عالمي. فايتس في الوقت ده ما كانش مدرب عالمي، لكنه كان مدرب ناشئين كبير في المانيا، ولما قيسوا بمستوانا لا مدرب كويس، لكن السي في فين؟ حقيقي. تمام، مستر مانويل جوزي كان مدرب فرقه تعتبر كبيره في البرتغال وله تاريخه مع الفرقه دي، لكن بطولته مع انديه وسط عمل نتيجه كبيره مع تاكسبور لما كان في ماتش سبورتنج لشبونه وبنفيكا، لكنه بنى تاريخه كله في مصر. وحتى على فكره انا قصه ان هو بره ما عملش وجوه عمل، انا مالي بره عمل ولا انا ليه عندي في مصر عمل ايه؟ ولو جيت تاني هيعمل 50 بطوله، هو برده في الاخر انا يهمني تاريخه معايا انا بره وعمل وما عملش، دي اختياري انا، هو اللي نجح بالظبط كده. وفي الوقت ده كان اوليفيرا في التصنيف البرتغالي قبلي الاعلى. بونفرير في الوقت ده كان تصنيفه اعلى، اسمه بيسيرو تصنيفه يعتبر عالي في الوقت بالظبط، حتى راح من الاهلي على بورتو. لكن ليه سؤال تساله لنفسك برضو لما تيجي تختار مدرب، هو ليه فايلر درب اندرلخت؟ اندرلخت فريق كبير على فكره طبعا، ليه في بلجيكا كره اعلى من عندنا اذا كانوا هم مستوى تاني في اوروبا، مش كده برضو؟ حاليا حتى بلجيكا في التصنيف الدولي في اول 3 منتخبات في العالم. تمام كده، اذا الراجل ده عنده حاجه، اذا لما فرقه زي اندرلخت تجيبه اذا الراجل ده عنده حاجه. انت في الاخر بتدور على مشروع، زي حتى كابتن طه دايما بيقول لك انت عايز مشروع. فلما تجيب مستر فايلر، والكلمه جديده على الناس في مصر يعني لغايه دلوقتي الناس بس مش مستوعبه معنى الكلمه. خلي بالك كابتن طه كان ماسك مشروع الهدف بتاع الاتحاد الدولي، فالمصطلح ده واضح ان هو بالنسبه له مصطلح عادي، هو يمكن بالنسبه لنا جديد، واخد بالك؟ لكن الشيخ طه بالنسبه له مصطلح متداول عنده لانك حتى في اوروبا المدربين بيبقى بيجيبوا مدربين، يعني انا فاكر في مدربين بيبقوا موجودين في انديه في اوروبيه ممكن يقعدوا بال10 سنين وال15 سنه. بقول لك على حاجه، 10 سنين 15 سنه انت بتتكلم في مشروع، في مدرب. هيدي كوتي لما جه في مصر كان مدرب مشروع ليه؟ هو كان في مين؟ انا هقول لك على حاجه يا محمد، لما تقرا المنشطات الصحف كلها في الفتره من 72 ل 74 كان دايما المنشط الكبير الواضح التلامذه 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 التلامذه، لدرجه ما تلاقي جورنال يقول لك الاهلي الاتحاد، تلامذه الاهلي مع الاتحاد، نجح التلامذه، فاز التلامذه. هو جه على جيل بيعمل مشروع فرقه كبيره في الوقت ده مستر هديكوتي. وانا اعتقد مع التجديد لما تجيب لعيبه وتحطها في عقليه في المفهوم او العقليه اللي انت عايزها في الاهلي، فانت بتعمل مشروع جديد. وخد بالك انت تعتبر جددت الفرقه بنسبه 90% اللي كانت موجوده السنه قبل اللي فاتت على مرحلتين ثلاثه، وده تدعيم سريع جدا، وهو اللي اتعمل مع مستر مانويل جوزي. انك انت تجيب لعيبه مهاريه وكويسه وبدرجه تناغم تقدر تناسب عقليه النادي الاهلي، وبتبدا بتستغنى عن بعض اللعيبه اللي انت شفت ان هي مش هتقدر تكمل بنفس العقليه. انت جيت على قائمه كانت موجوده، وظروف البطوله الافريقيه وضغط الماتشات وتغيير الاجنده الافريقيه كان مصعب عليك الدنيا انك تغير مره واحده. مفيش فريق بيغير مره واحده، واي فريق بيغير مره واحده، عندنا فرق ممكن تغير ب 17 18 لعيب مره واحده، لكن مش هتقدر تديك ميكانيزم للفرقه مستمر، هيديك ماتشين ثلاثه كويسين، لكن انت بتدور على فريق يستمر سيزون كامل. وعلى فكره ده اللي حصل مع 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 هيديكوتي، وده اللي حصل مع ولولا على فكره ايقاف الدوري سنه 90 عشان المنتخب الوطني كان عايز ان هو يستعد لكاس العالم، فرقه فايتسا كانت هتستمر السنوات. الفرقه دي فكت تماما بعد ايقاف الدوري، رجعنا مفيش فرقه والراجل مشي. التجربه مع مستر ميلان جوزي لما جه في المره الثانيه عمل نفس التجربه. احنا حاليا في عوامل مبشره تقول لك ان انت الفرقه دي ممكن تديك ده، ممكن بنسبه عاليه،
واخد بالك؟ فلازم، لكن في نسبه تحفظ عندي. ايه هي؟ قلناها انا وانت من شويه، وعايزين إن اشوف تحت ضغط. بالظبط، لسه نتكلم في حته الجمهور بقى الاخيره دي، بعد سبيل حته الضغط، حته ان انا اشوفه وهو مهزوم واحد متاخر، حته ان انا اشوفه اتغلب وخرج من الخساره هيتعامل ازاي مع الاعلام والجمهور، دي مهمه جدا. برضه عشان تبقى برضه الامور واضحه، مانويل جوزيه كان ذكي جدا في التعامل مع الحته دي. كان لما بيخسر هو اللي بيطلع يتعامل مع 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 مع, مع, مع اسئله الصحفيين بعد الماتش، مؤتمر الصحفي. لا كثير اول ما كان كسبان ما كانش هو اللي يطلع يتكلم مع المدرب العام، كان بيضرب المدرب العام هو اللي بيتكلم. مزبوط. فانا محتاجين برضو نعرف الراجل ده ساعه الهزيمه يبقى شكله ايه، هيتعامل ازاي يعني. هيتكلم ازاي؟ لا بص، انت لازم تخسر، مفيش حد بيكسب الكوره كده. الكوره كده، الكوره كده. بس نيجي بقى للجمهور بقى. هو نيجي للجمهور. بالظبط، في الفتره اللي فاتت كان في حاجه كتير كبيره جدا موجوده عند جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. ولازم نتفق على حاجه، جمهور الاهلي اللي هو كان على القهاوي وكان في المدرجات هو برضو الموضوع على السوشيال ميديا، لكن السوشيال ميديا حريه زياده، واخد بالك؟ كان اي لعيب بينزل في التشكيل عليه نقد وعليه خلاف القايمه قبل التشكيل، ما هو اي حاجه. كنت دايما بتلاحظ ده، ان في دايما اعتراضات على اي حد موجود. وكان في لعيبه معينه لازم تكون موجوده، لو مش موجوده بص تلاقي في خلافات وخناقات وانت داخل الماتش خسران. انا كنت بشعر ان انا داخل الماتش خسران، انا وانا بتفرج وانا عندي الهيستوري بتاعي بيخليني مش داخل خسران، كنت بحس يا جماعه احنا خسرنا ماتش. لكن انا لاحظت في الفتره اللي فاتت الاعتراضات بدات تخف شويه. ايوه، على فايلر. وانا شايفها مش بس عشان النتائج، لا، من الماتش الاولاني اللي اتلعب بره في ماتش فرقه كان سبورت، بغض النظر عن ضعف الفرقه، انا كنت بلاعب سيمبا وبدافع في الشوط الثاني كله حقيقي، وكنت 0-0، وحاجه غريبه جدا. انا هنا في الشوط الثاني قلبت الماتش بهاجم. طيب انا اقول لك على حاجتين في ماتشين سموحه والانتاج الحربي. سيبنا ماتش الزمالك، لان ماتش الزمالك دايما ملوش مقياس، دايما ملوش مقياس، لكن ممكن نتكلم فيه برضو. ماتش سموحه اخر 10 دقائق من الشوط الاولاني واول ربع ساعه من الشوط الثاني شبه سيطره لسموحه وضغط. ودي في اربع فرق في الدوري كنا دايما بنشعر مع مدربينهم والفرق دي ان احنا بنعاني دايما لما نكون متقدمين او حتى عاوزين نكسب. سموحه والمقصه مع كابتن ايهاب جلال تحديدا كمان، والانتاج الحربي والمصري مع حسام حسن. كنت تشعر بانك انت قدام فرق بتعمل معاك شغل عالي قوي وبتعاني عشان تختار ارتفاعاتها. حقيقي. تمام؟ طيب ماتش سموحه وماتش الانتاج الحربي في حاجه حصلت خصوصا في اول ربع ساعه في الشوط الثاني، سيطره الفرقه اللي قدامك. وبعدين انت بتقلب الشوط الثاني تبص تلاقي سموحه انت كسبانها 1-0 بس. انا متوقف، فقبل كده كنت بتعاني وسموحه عايزه تكسب وبتضغط وبتنزل باكات، تزود الباكات وبتزود بتنزل ديفندرا وبتفضل لاخر لحظه وانت ماسك اعصابك ان ممكن الفرقه تتعادل. ماتش سموحه انت في النص ساعه الثاني كله انت قلبت الماتش، وسموحه اختفت هجوميا. صحيح ما جبتش جوان ثاني، بس ما حسيتش انك قلقان، انت ماسك الكوره وعمال تضيع جوان. ماتش الانتاج الحربي نفس الموضوع حصل، بعد كوره الشناوي قعدت 10 12 دقيقه بتضغط فرقه الانتاج الحربي، بعد كده انت سيطرت سيطره كامله وجبت 3 اجوان. اذا انت هنا مع مدرب بيديك شكل جديد مختلف، ان الفرقه بتقف على رجليها بسرعه وبيردها بسرعه بتغييرات هجوميه. تمام. طيب في الماتشين حصل نفس الشكل ده مع فرقتين دايما كنا بنعاني هجوميا معاهم، سموحه والانتاج. سموحه والانتاج، ما هو لك لسه المقصه، وانك قدام المقصه بتعمل معانا كده مع ايهاب جلال، وكان المصري كانت فلسفه في بعض المدربين مش الانديه. لا، الفرقه دي كبيره اصلا كمان. في الكوره الفرقه دي بتلعب كوره حلوه، الفرقه دي عندها كوره. سموحه فرقه بقى لها، سموحه في 2014 في اخر خمس دقايق كانت بتطلب مننا الدوري بكره فرقه نهائي العجيزه جنب العرض، يعني فرقه شديده وبتلعب كوره كويسه. حتى ماتش الزمالك، انت ماتش الزمالك له الاصابات كان الماتش كان وضع اختلف، وكانت تبقى تغيرات هجوميه. بالمنظر اللي انا شفته ده اقدر اقول بقى ارجع لماتش الزمالك، لا كان ممكن يحصل شكل تاني مختلف. انت كسبت كسبان 3 ووليد سليمان ما نزلش لسه، وكان ممكن يتحسب لك بنالتي، ما اتحسبش، كان ممكن يبقى 4-0. بقول لك ماتش الزمالك انت كسبان 3 ووليد سليمان ما نزلش، ما كان ممكن تعمل حاجه كتير. الاصابات دي كان الشكل الهجومي كان ممكن يروح. ففي حاجات مبشره. اذا انا لاحظت ان في الجمهور بدا ان هو تقل انتقاداته، ما يبقاش يبص قوي على التشكيل، ولسه بيتكلم ان ما عنديش في الدكه كذا، ما عنديش بديل لفلان، ما عنديش بديل لا، هيبدا ان هو ايه، لا راجل فاهم. بس انا لاحظت حاجه برضو، مش ظاهره قوي بشكل كبير، بس برضو في تريكات لسه الناس مش قادره تستغنى عنها. معنى ايه؟ يعني مثلا في ماتش الاخير امام الانتاج الحربي اليو جانج مش في القايمه، فناس يقول لك ده اليو جانج عامل مباراه كانو سبورت بشكل غير طبيعي. قلنا يا جماعه اصبروا، ما في مباراه بعدها ب 72 ساعه 72 ساعه 48 ساعه، يعني اكيد في روتيشن في مركز او اثنين، وهيكون في ضم العدد لعيب. النهارده القايمه هي اعلنت والفريق مسافر ان شاء الله بكره، تمام، لاسوان
اليو زانجي موجود في القائمه. اذا الفكره ودور الاعلام بالذات الاعلام المتعلق بالنادي الاهلي، ولازم يخاطب جمهور النادي الاهلي بشكل مباشر، لان الجمهور احيانا في البعض في برامج اخرى او قنوات اخرى بيحاول يصدر له ايه في لعيبه كبيره ولعيبه مميزه زي ما بتلعبش. فاحنا دورنا واحنا لسه بنبدا الموسم نفهم الجمهور ونوعي الجمهور في هذه الجزئيه، لان ده هتبني عليه موسم كامل. لسه الموسم طويل، ولسه بطوله افريقيا ما بداتش، ولسه الدوري عندك في مراحل ومحطات صعبه جدا، فلازم تبدا مع الجمهور وتوعي الجمهور في الجزئيه دي بدري بدري، لان المشوار طويل جدا وضغط المباريات هيبقى كتير، والقائمه والنتائج ممكن تساعدك في مرحله وممكن ما تساعدكش في مرحله. فسقف الطموحات بيعلى قوي، وانا خايف في لحظه معينه ممكن تلاقي سقف الطموحات هو عالي قوي يتغير، وده حصل حتى في سنتين اللي فاتوا وشفناهم بشكل كبير. كسبان الترجي 3، رحت هناك في ظروف معينه الجمهور انت خسرت 3 فمسك في النتيجه، ما مسكش حتى في الظروف المحيطه بالمباراه. فانا عايز اتعامل مع الثقافه دي في الفتره اللي جايه. ولا هقول لك الحاجه، انت جرتني النقطه مهمه قوي. نقطه ايه؟ الناس شاف ما كانتش شافت اليو دانج، مجرد ما شافت اليو دانج لا فلان يقعد، فلان ده احسن منه، فلان ده ما بيلعبش خالص. على فكره وده نوع ثقافه جديده كانت بقى لها شهور كتير موجوده، مجرد ما بيجي حد اعلى من حد شويه او يديك لعبتين كويسين خلاص ده يركن ويقعد. لا، الكلام ده في فرقه زي الاهلي بتلعب عدد كبير من المباريات غلط ومش مظبوط، ومش صح ان انا اي لعيب يظهر بسرعه ان انا لازم اركبه على لعيب انا كنت بحبه وعايزه بس ده اعلى منه خلاص التاني. انا ايه، ما ينفعش نكون بذاكره السمك من ناحيه لعبتنا، وما ينفعش لعبتنا تحس انها لو في مره قصرت انها خلاص الجمهور ركنها. كمان في حاجه، المركز ده كمان حساس جدا. المركز ده تحديدا اكثر المراكز انذارات واصابات. خط الوسط، المدافع تحديدا، المدافع وكان ايام مانويل جوزيه كان عندنا محمد شوقي، وكان في احمد حسن استاكوسا، وكان في حسن مصطفى، وطلع حسام عاشور، وكان انت بتحس المركز ده دايما فيه مشاكل. واخد بالك؟ وكان بيلعب فيه احيانا رامي عادل لما كان بيتصاب اصابات لو انت فاكر، وكان بيلعب فيه كمان احمد حسن، ولما جه احمد حسن بعد كده ولا بيتصاب احمد حسن في بركات. لا، وفي كمان لعب محمود شيكو كمان وشيكو، وفي ظل وجود احمد حسن استاكوزا، وما كانش لسه احمد حسن جه، كان احمد حسن استاكوزا وشوقي وحسام عاشور وحسن مصطفى كتير، خمس ستة. انت في المركز ده انا اعتقد المركز ده اكتر مركز هيحصل فيه لعبه هتلعب كوره. المركز ده كتير جدا، وكمان الشغل اللي معمول انت هتلاقي دايما نفسك معرض اصابه، انذار كتيره، انذاراته كتيره اصلا المركز ده، لانك بتلعب على مهاجم حريف، بتلعب على كمان انت احنا لعبنا اربع ماتشات بس، والشكل اللي احنا شايفينه كمان الفرقه كلها هتلعب كوره، مش انت اللي هتحدد انا هلعب ازاي. بمعنى برضو في نقطه هنا في الحته دي، الاعلام تبعنا في المؤتمرات الصحفيه علمها للجمهور. في المؤتمر الصحفي انت مش مطلوب منك تحاسب المدير الفني فلان الفلاني ما اتحطش في القايمه ليه، وتسال السؤال ده او فيلر. فلان مش فيلر بس اي مدرب، لا بس وجوزيه اتسال عليه قبل كده. لا جوزيه كان ده كان بيبقى ليه جوزيه مره قال كل جمهور الكوره بيفهم في الكوره لكن ما بيفهمش في التدريب. ودي نقطه مهمه جدا، مش كل الجمهور يفهم في التدريب، ومش كل الجمهور يفهم في الخطط التدريبيه، ومش كل الجمهور يقدر يقرا المنافس كويس وهو عايز ايه والعب بمين واودي مين واجيب مين. انت النهارده الاعلام بقى لنا سنين كتيره، مش النهارده ولا امبارح، يخش المؤتمر الصحفي يسال عن فلان ما لعبش ليه. انت مطلوب منك المؤتمر الصحفي تسالني على اللي حصل في الماتش واللي جرى في الماتش واحداث الماتش، مالكش دعوه. فانت النهارده فالجمهور نفسه بدا يتعود انه يسال فلان ليه ومش ليه. انا يا اخي انت ما شفتش التدريبات، ما شفتش فلان ده يمكن في التدريب ده ما قصدش كويس، فانا لو لعبته برضه على حسب هواك انت لعيبه ثانيه هتحس ان في مجاملات، امور كتيره انت مش عارفها. وفي لقطه في التدريبات، مع يمكن التدريب طبعا لما الجزء التكتيك ما بيتذاعش خالص، ده شق فني مهم جدا، ممكن ما عملوش تكتيك بالظبط. بس في نقطه كمان، يعني الناس بتقول لك ايه، مثلا اديك مثال، الناس تقول لك رمضان صبحي اداؤه اتطور بشكل كبير جدا، ما هو الناس ما تعرفش ان في التدريب الجهاز الفني ساعات بيعتمد على رمضان كلاعب جوكر في التقسيمه مع الفرقتين، فبالتالي في تطور في اداء بعض اللعيبه من خلال تدريبات بتحصل في الملعب بس. ولكن على مدار الموسم انت تقييمك بيتم بعد مرحله طويله مش بعد مباراه او اتنين. طب هقول لك على حاجه، في رمضان صبحي انا متوقع ان في خلال الماتش اتنين تلاته رمضان مش هيعمل الدور ده لانه هيتحفز وهيتعمل له دور تاني، ده طبيعي على فكره، وهيتعمل لواحد تاني دور تاني، وهتبص تلاقي في حد تاني طلع له دور تاني، لان الادوار اصل انت مش هتقدر تلعب بنفس اللعبه دي على طول. انت خدت بالك ان اللعبه دي اتكررت خمس مرات في الماتش جاب منها جون؟ وفايلر بيتميز بده، عنده مرونه تكتيكيه، من المدربين اللي بيحب يغير اكتر من طريقه لعب. طب انت لو ما لقيتش رمضان صبحي مره ولقيت احسن حد تاني، ودي اتقالت على فكره في موضوع السي في، وانا فاكر وقتها قالت لك الناس قالت لك بس ده غلط انت ممكن تشتت اللعيبه، فاكر برضه من ضمن الكلام اللي كان بيتقال يعني تشتت اللعيبه ازاي؟ انك مثلا لو غيرت كتير في طريقه اللعب او في اداء عدد لعيبه في مراكز معينه ممكن تعمل تشتيت، لكن سبحان الله ممكن تعمل تشتيت بس انا هفكرك بحاجه،
في الواقعه دي بالذات. سنه 2006 لما فرقه الاهلي لعبت اول ماتش في المجموعات مع صفاقس التونسي وخسرنا 1-0. الماتش الثاني كان مع شبت قبائل في القاهره، عندنا 3 لعيبه انذارات واربعه اصابات، وكان منهم محمد ابو تريكه وراس الحرب لاعب متعب موجود، ولا فلافيو موجود ولا بركات موجود، الفرقه فاضيه بتلعب ثاني ماتش في دور المجموعات في القاهره. احمد صديق باك يمين لعب مكان محمد ابو تريكه في البلاي ميكر، ولعب اسامه حسن راس حربه وكسبنا 2-0 وعمل ولعب اداء عالي قوي. صديق عمل سرعات في الماتش ده غير بالظبط كده تمام. اذا هل انت هنا معناه، وخلي بالك دي نقطه خطيره قوي، اللعيب ممكن يبقى سعيد جدا بالمدرب وبيلعب التدريبات واداء عالي وهو احتياطي لانه عارف ان المدرب مش هيظلمه، وانا عالي انا هنزل العب بالظبط. اذا انت لما تبدا تجهز 20 لعيب عندك وكلهم بيلعبوا باداء واحد واداء سلس واداء سهل، انت ما عندكش مشكله انك تغير ده وتنزل ده وتغير ده وتنزل ده. امتى يبقى في عندك مشكله؟ لو عندك في التدريب اللعيب حاسس انه مظلوم وغيره بيلعب، لو اللعيب حاسس ان هو لو اللعيب مش متدرب تكتيكيا كويس، او المدرب مش بيديله وحدات زي زمايله، لو في التقسيمه مش زي زمايله. لكن انت لما تلاقي اللعيبه كلها بتنزل في نفس الاداء ده، هي فكره جديده علينا، خلي بالك يعني برضو الحكم عليها لسه شويه. الكره اتغيرت في العالم. ايوه بس انا اول مره اشوف نظريات، خلينا نتكلم في الكوره، اول مره نشوف الكلام ده عندنا. اقول لك بس نظريات الكوره في العالم مش ثابته، والكوره دايما فيها متغيرات. لا الكوره مش كيمياء برضو، والكوره مش كيمياء، الكوره مش كيمياء بالظبط. هو حد كان يتخيل ان بوب جوارديولا كان مانشستر سيتي في تفكيره حتى وهو بيحضر فرقه مانشستر سيتي من سنتين انه يبدا التغيير من اول حراسه المرمى؟ يعني اي مدير فني بيجي بيشوف دايما العناصر نص الملعب، خط الهجوم، خط الدفاع، الحارس كويس ولا مش كويس، لكن في ادائه الفني عشان يشوف مانشستر سيتي يلعب بطريقه هو عايزها غير حارس المرمى وجاب حارس مرمى يبدا الهجمه من تحت. فالكوره في العالم كله كل مدرب ليه فلسفه. ده كلام مظبوط، انا اقصد الفلسفه نفسها. خلي بالك احنا هنخش في فكره ايه، هي الفلسفه ولا النتائج؟ لان خلي بالك هو جوارديولا عمل الفلسفه والنتائج ساعدته، او هو وصل للنتائج وفي التالي الفلسفه نجحت. جونياس مدرب وادي دجله الفلسفه عنده اولى من النتائج، مصمم على الفلسفه في ماتشات بيبقى مهزوم فيها ومفروض ان انا بغير الطريقه عشان اتعادل، وبيفضل على نفس الفلسفه. ظروف النادي ساعدها على ده، ما هو لو موجود في نادي مثلا لازم يحقق بطولات. انا مش ما بناقشش فكره النتائج، ما هو كده بقى، هو كده هو حتى في دي فشل لانه هو في الاخر بقى اخر الدوري كان هيهبط. اذا هل انت بتنفذ فلسفه مجرد انها فلسفه، ولا بتنفذ فلسفه تساعدك على النجاح؟ لا تساعدك على النجاح طبعا. طيب اذا انا الفكره هنا ايه؟ مختلفه. فكره الاهلي هنا مختلفه شويه، فكره انك تغير انك تغير كل ماتش، هو على فكره ما بيغيرش اربع خمس لعيبه، دي بالنسبه لنا في مصر كتير ما تعودناش عليه، احنا بنتعود على لعيب او اثنين، وكان دايما بنلاقي لما الفرقه تخسر يقول لك اصل غير فلان وفلان ودول كتير، او ثلاثه عرفوا دول كتير، لكن اللي احنا شايفينه مش كده. طيب هي بس ممكن تكون اللي مساعده دلوقتي ان امكانيات اللعيبه متقاربه. يعني ايه امكانيات متقاربه؟ انا لو شلت رمضان صبحي في الهاف الشمال، اجي كان بيلعب هاف شمال، الفرق ممكن يبقى مختلف شويه، هيبقى مختلف في التكتيك اللي هيلعبه اجي مكلف بيه غير التكتيك اللي عامله، بس كان اجي بيعملها تمام. طب لو رحت للناحيه مع وجود علي معلول فالقوه هتقل ايه؟ اذا كانت دي 90% 80% مش هتنزل 50%، اذا التغيير هنا هيبقى متاح لي. طب لو انا مش هلعب بالشحات يمين وهلعب بوليد سليمان، تفتكر الفرق كبير اطلاقا؟ طيب لو لعبت بازار يعني طبعا لسه ازارو هنشوف هيعمل ايه معاه، لان هو ازارو مشكلته الفينش. وخلي بالك هو برضو فكره محمد صلاح لما كان مع اسباليتي في روما، كان في فيورنتينا بيضيع كتير قوي، لما راح مع اسباليتي في روما هو اسباليتي هو اللي ظبط الفينش، طور الحته الهجوميه في صلاح بالظبط، الفينش بالذات تحديدا. انت هنا محتاجها، هل الراجل ده هيقدر يعمل ده؟ خلي بالك احنا قلنا ايه في الضغط، انك تبقى مغلوب هتعمل ايه؟ ازارو برضو على ازارو اختبار تاني لفايلر، هنستنى هنشوف هيعمل ايه فيه. اذا في ظل ده كله، طب شلت ديانج وحطيت السوليه حمدي فتحي، خد بالك المستويات قريبه، وده معناه ان انت مش عندك بعيده، ده معناه الحمد لله ان عندك فرقتين. ايوه ما هي الحمد لله. دور المدرب فيها هتري بقى ان هيبقى الفرقتين مجهزين، فلما تغير 4-5 الناس بتقول تدوير 4-5 كتير، بالمنظر ده مش هيبقى كتير، خصوصا لما يبقى في التمرين دايما ما عنديش اصل برضو قبل كده كان بيحصل ايه؟ انك بتدرب الفرقه الثابته اللي هتلعب على طول بتلعب الفرقه الثانيه وعامل تغييرين اثنين بس. انت في التمرينات ممكن يكون الراجل بيدرب فرقتين مختلفتين عن اللي بينزلوا في الماتش، يعني ايه؟ يعني مش مسكن الفرقه الاساسيه هي قدام فرقه من البدلاء زمايلها بتلعب قدامها، لا ده عامل التشكيله بحيث ان رمضان صبحي في فرقه واجاي في فرقه، الشحات في فرقه
وقفشه الفرقه. يعني اقصد ايه، مش مخلي الفرقه الاساسيه في التقسيمات حتى هي الفرقه، الفرقه ثابته، هي الفرقه الجوكر او هي الفرقه الاساسيه بالنسبه لك. لا انت هنا، انت هنا في الاخر بتدور على اذا التجانس موجود بين الفرقه كلها، هل ده بيحصل بتعمل تيم جماعي، وبالتالي ممكن تكون اللي انت شايفه طبيعي انك عندك 20، عندك 20 لعيب مش 14 لعيب بتغير بينهم، وبالتالي من الطبيعي انه يغير تغييره من اللي هو بيعملها. يعني حتى محمود وحيد في المرات اللي لعب فيها اظهر ان عندك ما عندكش مشاكل في الباك الشمال حقيقي، زي ما عندكش مشاكل في الباك اليمين بين احمد فتحي ومحمد هاني ومحمد. وعلى فكره اي واحد منهم بيلعب انت ما تحسش ان في تغيير. يعني انا برضو بصار انت لما يكون عندك 6 تغييرات في الملعب او 5 تغييرات ما ينفعش تقول اصل الماتش اللي فات كان احمد فتحي ولعب محمد هاني، ما تنفعش لان الاثنين دايما بيلعبوا. بالظبط، هي اللي ممكن تعدها لو محمود وحيد نزل، لان محمود ما بيلعبش كتير، ففي تغييرات في الملعب. حتى تغييرات السردباكات لو حصلت ما ينفعش تعدها في التغييرات. التغييرات عندنا يا محمد دايما في الثلاثي الهجومي والديفندرات بس. صح، التغييرات اللي ورا في فرقه زي الاهلي ما ينفعش تقول تعدها من 5 تغييرات عملها، هي تغييرات ثابته. ياسر ابراهيم زي متولي زي ده زي ده زي ده، ميكانيزم الفريق ما بيتغيرش. يبقى الرساله اللي عايزين نوصلها للجمهور في النهايه ايه؟ ان تسيب الدور للمدرب دلوقتي، سيب الدور للمدرب خلاص نهائي تماما، والتقييم ما يكونش سريع وحجم التطلعات ما يعلاش قوي، لان لسه المشوار طويل والمهم المسانده والعقيده او الشخصيه او ثقافه الجمهور تدخل وتشاركنا في المشروع اللي احنا فيه. اه هو ده طبيعي، لانك انت برضو لان انت مش بتعمل مشروع لوحدك. بدات تشوف عارف انت لما تشوف حد بيكبر كده وشايف ان هو نبغى. بالظبط، ده باين دلوقتي نبغى ده، بس عايز اضلل عليه وهو بيكبر. هقول لك على حاجه عامله زي في دايما بيبقى قابلك حد في الناشئين لعيب قوي لعيب قوي قوي قوي، بس هو سلسله تحت 14 15. خلي بالك نسب النمو للاعيب ما بيبانش غير من 17 18، ممكن فجاه يبقى نمو طبيعي، ممكن يبقى نفس طول الصغير مش هينفع معاك، تمام. فبالتالي انت دلوقتي في مشروع حاجه طالعه جديد ولازم انت تستندها وتتفرج عليها. انا اللي عايز اقوله بصراحه بعد اللي بشوفه في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا، لا احنا محتاجين نتفرج على فايلر من غير اي من غير اي تعليق من او تحكير. اي تعليق ليه؟ عشان انت محتاج تشوف كويس في حاجات بتعمل كل ماتش، محتاج تتفرج على الراجل ده بيعمل ايه وبتصرف ازاي، وافريقيا هنبدا نشوف ايه. وتاني حاجه انت مستني تشوف هيعمل ايه تحت ضغط، هيعمل ايه وهو مغلوب، هيعمل ايه لما يخسر خالص، وهيطلع يتكلم ازاي. وبنت حاجه صغيره، لان خلي بالك دي بتدي رساله للعيبه. الكلام طبعاً اللي هيقوله لما يخسر هيدي رساله للعيبه. جوزيه خسر 3-0 بعد ما جينا من اليابان، طلع خد اللعيبه للجمهور، في رسائل بيعملها للمدرب ان انا متحمل المسؤوليه، ان اللي شايل انا كجمهور في الفتره الجايه لازم اتفرج كويس واستمتع كويس ويشاركونا، لان ممكن دفعتي دي تدي الفرقه ابروف جامد. وخلي بالك في نقطه مهمه قوي للعيبه كمان، لما اللعيب يلاقي ان المدرب بتاعه واخد ابروف من الجمهور يوطي، دي كلمه انا قصدها يوطي، يعني ايه؟ يعني بيبقى سمعا وطاعه للي عايزه المدرب. احيانا لما اللعيبه بتلاقي ان الجمهور عليه، الجمهور مش شايل الشيله كلها للمدرب، ده بشكل عام في الكوره، يعني في الكوره لما بيلاقي المدرب شايل الشيله اللعيب بيستهتر وبيديش، وممكن يوصل بالحال ان هو يحس ان المدرب خلاص بالسلامه بقى، واخد بالك بيديكش بشكل عام في الكوره. فلازم الجمهور اللعيب يشعر ان المدرب خلاص عليه ابروف من الجمهور بتاعه تمام وسنده. تمام، اذا احنا اتفقنا على الجزئيه الاولى واللي احنا بنوجهها لجمهور النادي الاهلي، احنا بنعمل مشروع، جمهور النادي الاهلي جزء من هذا المشروع، ثقافه الجمهور هتنجح هذا المشروع واحنا في بدايته، لسه مباراتين في الدوري، مباراتين في افريقيا، مباراه السوبر، فلسه بنبدا في البدايات. انت عندك كي جي 1 او كي جي 2 في بدايه هذا المشروع، لما نوصل للمرحله الاعلى ولما نبدا مشوار افريقيا في اخر 11 ان شاء الله، ومع توالي المباريات في الدوري، لان طول ما الاهلي بيكسب في الدوري بيقرب بنسبه كبيره من الفوز بالدوري العام، والكلام ده هيظهر اكتر على شهر يناير او فبراير او مارس، بتبان الصوره في الدوري العام طالما الاهلي الحمد لله بيكسب، هو راكب المسابقه بشكل جيد جدا. طب دي جزئيه اولى. الجزئيه الثانيه البطوله الافريقيه، يمكن عايز اقول لك الاربع اللي جاي ان شاء الله قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. طبعا مش هتكلم على التصنيف او الفرق اللي موجوده، لكن يبدو وده حتى من خلال رؤيتي ومتابعتي للصحافه في شمال افريقيا وفي بعض الدول الافريقيه، الكل بيتكلم على دوري ابطال افريقيا السنه دي انها هتكون مسابقه من اقوى واشرس المسابقات الافريقيه منذ تغيير هذه البطوله في النظام الجديد. 9 فرق عربيه على الاقل، 10 انديه سبق لهم الفوز بالبطولات الافريقيه والسوبر الافريقي. شايف البطولة السنة دي ازاي؟ وخلاص بقى انت بتتكلم في موسم بنفس مشوار الموسم المحلي،
الاجنده الافريقيه بنفس مواعيد الاجنده المحليه. طيب لو انت رجعت للسنه اللي فاتت هتلاقي نفس القوه برضك ونفس العدد تقريبا، كانت قويه جدا بس في الادوار الاخيره ما كانتش قويه، يعني كانت في المجموعات قويه جدا. فاكر البطوله السنه اللي فاتت كان معانا كان في مازيمبي وكان في الترجي وكان في النجم الساحلي وكان في الوداد وكان في صن داونز، بس ما كانش في الزمالك طبعا، كان خرج من راح الكونفدراليه. المره دي بيشاركك فرقتين من الجزائر. بص يا بيه، انت عندك فرقتين من الجزائر، فرقتين من مصر لغايه دلوقتي، فرقتين من تونس، فرقتين من تونس، فرقتين من المغرب، فرقتين من المغرب، كده اربع دول. في كمان دولتين، فرقتين من انجولا، انجولا وكونغو ديمقراطيه، كونغو ديمقراطيه، فيتا كلاب مازيمبي. طيب دي فرق كبيره. طيب هقول لك على حاجه، انا السنه اللي فاتت انا كنت متوقع السنه اللي فاتت ومع الاداء ما كانش مريح شويه حتى في المجموعات، كنت متوقع ان احنا لو عدينا دور الثمانيه الوضع هيبقى مختلف. تمام. في افريقيا المستويات بتستمر، مفيش الفرقه ما بتضعفش بسرعه، يعني صعب جدا انك انت مثلا تلاقي فرقه زي كوتوكو كده، كوتوكو قعد سنين طويله وبعدين اختفى، بدا ايه؟ بدا يعني كده يخرج من دور الاربعه، بعدها يخرج من دور الثمانيه، بدا يخرج من دور ال 16، ما بقاش موجود خالص. ها؟ فالفرق اللي موجوده دي هتستمر بنفس القوه، اللي شكلا انا شايف انه هيبقى اضعف من السنه اللي فاتت الترجي. في لعيبه كتير خرجت منه. عشان اللعيبه اللي مشيت. بالظبط كده. مازيمبي هتلاقيه فريق قوي. صن داونز. انا على فكره مش من انصار التحليل الفني المتعمق في فكره الفرق وفيها مين وفيها مين وفيها مين وفيها مين، لكن الفرق دي بتلعب كره كفرق جماعيه، ودايما الترجي مزعج حتى لما بيقل، وعلى ملعبه مزعج جدا. انا هقول لك على حاجه، من اصعب الفرق اللي احنا رغم هزيمه 3-0 من الترجي السنه قبل اللي فاتت في نهائي افريقيا، لكنه على المستوى الافريقي في ثلاث فرق في شمال افريقيا بالنسبه لنا مزعجه جدا وفاق اصطيف. هات نتائجك معاه كده شوف النتائج عامله ازاي. الافريقي والوداد هيجينا معاهم مش لمصلحتنا. الترجي اجمالي النتائج لمصلحتنا، شباب القبائل واتحاد العاصمه كل الفرق دي لمصلحتنا، لكن انا دايما بشوف ان اكتر الفرق المزعجه لينا بغض النظر، انا بقول لك على هزيمه الترجي دي كلها، فرقه الوداد. انا شايف دايما الوداد من اصعب الفرق اللي بتلعب كوره في افريقيا، فرقه رزله. ويمكن انا اشعر ان القرعه السنه دي بالمستويات اللي احنا شايفينها دي كلها، انا اخشى انك تقع مع اربع فرق عربيه وردة. اربعه واحده ودي ورده، شيء وارد بتريحك في السفر، لكن انت هتشعر بمنافسه شرسه، تستهلك منك مجهود جداً ذهني وبدني وفني بدري جامد. ولكن هي فيها ميزه، المدرب اللي بيقرا الفرق دي ادائها ثابت ومعروف، غير الفرق الافريقيه سطح الاداء العشوائي اللي بتعمل لك كور بالونات وتلاقي ده رايح شمال وده رايح يمين، زي ما حصل كده من فيتا كلاب وسيمبا، ده اللي حصل على فكره. مش زي فرقه شبيبه الثوره اللي هي فرقه اقل بكتير منك، ورغم ذلك ازعاجتك هناك كتير جدا باللعب اللي مش منظم. مظبوط، واخد بالك؟ ففرق شمال افريقيا على الرغم من ان هي بتبقى بالقوه دي، على انها بتبقى فرق قرايتها مش صعبه وبتقدر تقراها كويس، والمدرب الذكي بيعرف ياخد وده اللي حصل مع مانويل جوزيه في افريقيا، ما تعبش مع الفرق دي تحديدا، ما تعبش مانويل جوزيه، بالعكس بقى فرقه اسك لانها ما كانتش فرقه ثابته، وكانت دايما فرقه اسك كانت بتخرج الناشئين كلهم يتلعبوا على اوروبا اول باول، كنت بتلاقي فرقه ما تعرفهاش، بس كانت من اصعب الفرق اللي كان بيواجهها جوزيه. ده انت جبنا جون هناك، كنا غازمينها 2-0 بجون كوره عماد متعب وابو تريكه 2-0 فاللي هي بتاعت 2006 ديت، ورحنا نلعب هناك جبنا جون في الفلافيو. الشوط الثاني احنا كان ممكن نغلب 5-1. الشوط الثاني احنا ما عدناش نص الملعب، ما عدناش نص. ده كانت مباراه صعبه جدا وفرقه صغيره بس انت ما تعرفش عنها حاجه. كانت مباراه صعبة، فرقه متغيره دايما بتغير لاعبتها وبتسافر. هو عاملين مشروع خاص بالناشئين، وعشان كده ما عندهمش مشكله انه يعمل فرقه تاخد افريقيا، مش ما عندوش، هو خدها مره او مرتين، خد دوري ابطال مره مش كده في التسعينات اعتقد اسك، لكنه مش وافريكا سبورت خد برضه مره وكده، ولعبنا نهائي مره 93. فرق ساحل العجمه ما بتدورش، مش فرق بطوله زينا كده وكونغو ومازيمبي وكده. فالفرق اللي هي دايما عندها ما تعرفش عنها حاجه دي، لا فرق مزعجه. احنا دايما بنلعب كوره قدام الفرق اللي احنا عارفينها، اللي هي ادائها منظم، بتلعب كوره
ساعتها بقى عنصر التوفيق بقى مع الوداد مع الترجي مع النجم. هنا بيخش عنصر التوفيق وعنصر انت عملت ايه في الماتش. ما جبت سيره الرجاء المغربي على فكره واللي بيقوده فنيا باتريس كارتيرون. هقول لك برضه. واللي اول ما تاهل سالوه يعني حد من الزملاء الصحفيين في المغرب كان بيعمل معاه حوار في اذاعه راديو مارس، فبيسالوا على فكره القرعه والتصنيف والانديه تتمنى تبقى موجود مع مين او تبعد عن مين. قال لهم انا اتمنى ما اكونش مع الاهلي في بدايه المشوار. هو انا ما جبتش سيره الرجاء، انا اتكلمت في نقطه، انا اتكلمت ان في اصعب الفرق اللي احنا بنلعبها من شمال افريقيا ونتائجنا نتائجها معانا مش مش الميزان مش معايا. واخد بالك؟ بس هي احيانا لان احنا لا غالبا الوداد لو انت جبت نتائج الوداد هتلاقيك مثلا 6 7 7 6 مش زي الترجي 8، هتلاقي فرق كبير في الفوز والهزيمه. لا لا في فرق. الاهلي على الترجي اخر 10 سنين في فرق، في فرق كبير. لكن الرجاء لا انا متفوق عليها في اصل خلي بالك انا بتتكلم تاريخ، التاريخ ما التاريخ في الملعب ما بيساويش حاجه اكيد، بس انا بتكلم في العموم يعني احنا بنتكلم في مستويات فرق يعني. يعني مازيمبي مثلا قعد من سنه في منتصف السبعينات ظهر في اول الالفيه بعد انيمبا من 10 اختفى واختفى السنين دي كلها وبعدين رجع تاني. ما واخد بالك ازاي؟ مظبوط. فالرجاء البيضاوي لا انا الميزان بتاع الميزان النتائج معايا، بس لا ما تقدرش الرجاء فرقه ما تعرفش نتيجتك معاها هتنتهي بكام ولا 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 اي فرقه من شمال افريقيا. بس انت انا بكلمك في ايه؟ على الورق لا انا قلت دول ثلاث فرق فعلا متفقين عليها على الورق. الافريقي التونسي النتائج معايا سيئه مش لصالحي على الرغم ان انا يعني هات النتيجه بتاعتها 5 4 5 5 فوز وهزيمه يعني اصول يعني 5 خد بالك. لكن يظل الرجاء فريق تقيل، فريق المغرب هي في مواجهات نتمنى نشوفها يعني، في مواجهات انت كاعلام او كجمهور تتمنى انك تتفرج في البطوله دي شكلها هتبقى في البطوله دي بالذات في مباريات انت عايز تشوفها عايز تتفرج عليها عايز قرعه تحصل عشان تتمنى تكون تديك الصوره او تشوف المباريات من دور 16. السنه اللي فاتت كان في كان في اغلب التوقعات ان مازيمبي هيوصل فاينل وما وصلش. والوصل الترجي والوداد يعني. ففي ففي فرق في افريقيا دايما. انا عن نفسي انا لما تيجي تقول لي عايز تقع من مع قرعه اقول لك اي فريق افريقي. اي فريق افريقي. طبعا الفرق الافريقيه عندها سذاجه دفاعيه. بس انت كنت السنتين اللي فاتوا ما كنتش بتلعب كوره هجوميه معاهم. انت كنت بتطلع بره ندافع. وده مش انت مش ده الاهلي مش فلسفه الاهلي عامه يعني انت حتى يعني. ماتش اسيك اللي بنتكلم عليه الاهلي بدا بالهجوم على اسيك وضغط وجاب جون، بس المشكله اللي حصل في الشوط الثاني خد اللي عايزه من اول شوط واتعامل مع الشوط الثاني بمعطيات مع انيمبا هناك كسبت 1-0 كان هدف عماد متعب اعتقد 2005. فانت كنت بتفاجئ الفرقه دي من الهجوم انت ما عملتش ده واخد بالك، لكن الفرقه العشوائيه بتتعبك بتبقى مزعجه جدا. واحيانا لما بتلعب مع فرقه عشوائيه ممكن تخسر بكره من مفاجاه انت ليه انا وده بيحصل وبيقلقك لما بتكون الفرقه بتاعتك مش ماسكه نفسها حقيقي. لكن لما بتكون انت ماسك نفسك لا انا العب مع فرقه افريقيا اسهل لي. نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي مباراه واحده. هل صدر القرار؟ كان قرار مكتب تنفيذي. ايوه هو بس هو لغايه النهارده على موقع الاتحاد الافريقي ماتشين لسه ما اتكتبش ان هيبقى ماتش واحد. يعني لو دخلت على موقع الاتحاد الافريقي لغايه انا بسالك هو المفروض هو في قرار بس هو قرار انا بسالك الفاينل قرار ده قرار ده جماهيريا في افريقيا غير موافق. لا دلوقتي انا بسال في جزئيه ثانيه النهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي البطوله بتتلعب السنه دي هتنتهي في مايو 2020 النهائي مباراه واحده ولا مباراتين؟ بص لان كان مكتب هم قالوا هيعملوا ماتش واحد ده من البطوله دي وفي اخبار ان هو هيتعمل ماتش واحد وقالوا انه ما اعرفش هيتعمل في المغرب، في كلام لسه مش عارفين هيتعمل فين، لكنه لغايه اللحظه دي لو دخلت على موقع الاتحاد الافريقي نزلت الاجنده هتلاقي معمول ماتشين مش ماتش واحد. معمول مباراتين. معمول ماتشين. بدليل ان البطوله بدات وما تمش تحديد المكان اللي في الفاينل. بالظبط كده، لكن تعالى بقى هتلعبها فين؟ هتلعبها السنه دي في شمال افريقيا. لا هتلعبها ازاي؟ الاول بس هتلعبها فين؟ هتلعبها ازاي؟ هو الاتحاد الافريقي هو اللي هيحدد ملعب الفاينل فين ولا الدوله اللي عايزه تستضيف الفاينل هي اللي هو المفروض التنظيم. ان في خمس ست دول تطلب تنظيم وانت بتختار واحده زي هي الاليه اللي هيتم على هذا الاساس التنظيم. خليني هعملها السنه دي مثلا 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 في تونس في الجزائر في اي دوله في شمال افريقيا مثلا طب السنه الجايه. طب انت احنا فاكرين كويس قوي ماتش السوبر بين الاهلي والنجم الساحلي في اديس ابابا ما كانش فيه 2000 متفرج 2007 في 2007 لما احتفلوا باليوبيل الذهبي للاتحاد الافريقي. طب انت هتعملها في افريقيا ازاي؟ ومش وهيبقى من الظلم لافريقيا انك تعملها على طول في شمال افريقيا. طب قدر الفرقتين انت حددت من الاول خالص انها في القاهره والفرقتين جم من وسط افريقيا. تخيل الفاينل وسط غرب افريقيا ازاي؟ حضور الجماهير هتعمل ايه؟ خد بالك ما ينفعش تقيس على كاس افريقيا
وتقول ان انا في النهايه كان في جمهور. لا ستوب. لا دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال كان على افريقيا، كاس امم افريقيا بتلعب هنا واللي سكه ملان في الاخر. لا خلي بالك انت بتلعب على بطوله وناس كتيره حاجزه تذاكر ومتوقعه ان مصر توصل النهائي ومعاها تذاكرها وناس كتيره من يمكن ده يحصل في دوري ابطال افريقيا. لا صح. يعني انت مثلا اقول لك على حاجه، في اجتماع لجنه انديه للمسابقات الافريقيه يوم الثلاثاء في فرق بين جمهور دوله وجمهور نادي. اكمل لك بس المعلومه، يوم الثلاثاء الجاي في اجتماع لجنه الانديه في المسابقات الاتحاد الافريقي الثلاثاء الجاي ان شاء الله. الاجتماع ده ممكن، انا بقول لك ممكن يكون وارد مثلا فيه، رغم ان جدول العمل ممكن يكون فيه تفاصيل تانية، بس ممكن يناقشوا فيه مثلا جزئيه ان يتم طرح تذاكر مباراه نهائي افريقيا من شهر ديسمبر ولسه محدش عارف مين اللي وصل، فبالتالي هتطرح لكل الدول في افريقيا. انت كجمهور ترجي، اكمل لك بس وجهه النظر او المعلومه اللي ممكن تحصل، كجمهور ترجي ممكن يحجز التذاكر من شهر 12. جمهور الوداد، جمهور الاهلي، جمهور سان داونز، جمهور في انجولا، جمهور في مازيمبي، هتلاقي في النهايه حجز التذاكر من شهر 12 لغايه لما تيجي لشهر 5 مثلا طرحوا 45 او 50000 اتحجزوا بالكامل. جميل جدا. يوصل فاينل بقى مين؟ التجربه دي لو اتعملت ونجحت بالشكل ده، انك فعلا تعرض تذاكر قبل اربع خمس شهور والناس راحت، ده انت كده يبقى عملت تجربه ناجحه جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت لو جمهور سي من الفرقه بتاعته خرجت من دور الثمانيه وفي اعاده عرض للبيع تفتحها، لانك انت في وضع مختلف، انت في وضع افريقيا، تكاليف سفر مختلفه، مطارات ممكن ما تستحملش، بس الفنادق ممكن ما تستحملش. الحجز عمل حسابه على السفر. طب هو في سؤال هنا، لو انت عملتها مثلا في غانا هل تقدر تتحمل؟ ما حسب بقى طبيعه المشجع اللي حجز التذكره. هي تجربه لو نجحت يبقى لهم تحيه. انا تقول تسالني انا اقول لك مش تنجح، ما نسبقش الاحكام. انت ما عملتهاش في امريكا اللي انا متوقع. انت ما عملتهاش في امريكا اللاتينيه ليه؟ كل قاره حسب ظروفها. اصلا كمان عدد الانديه في امريكا اللاتينيه مش زي افريقيا واوروبا، عدد الاتحادات او عدد الدول. انت عارف كم نادي مثلا من البرازيل بيشارك في ليبرتادورس؟ كام؟ حوالي 6. مش 2، ما برضه عشان هم 10 دول كبيره. 10 دول كبيره. بيشوف بيشارك عدد قد ايه، ورغم ذلك ما فكرش، رغم ان البرازيل مثلا على حدودها حوالي 6 دول من امريكا اللاتينيه، تلاقي باراجواي واورجواي والارجنتين وشيلي وبوليفيا، ورغم ذلك ما فكرش يعملها في دوله واحده. لا انا متفائل، الاداره الكره في الاتحاد الافريقي الفتره الحاليه بتفكر في تطوير المسابقات وتطوير المنظومه الفتره اللي جايه بشكل افضل. فانا متفائل باللي جاي. هم بلا شك تغيير نظام البطوله انه يتلعب بالنظام الاوروبي اللي هو ان يكون نهايه السيزون. طبعا ده نجاح، لا شك فيه انه نجاح. ان في منتخبات هتعاني كتير لما تلعب في افريقيا شهر في مرتين في كل سنتين، تلعب نهايات كاس امم افريقيا هيبقى في الصيف هيبقى صعبه شويه، لكنه يا سيدي دول ده شهر، لكنك انت في الاخر هتظبط الاجنده الكوره في افريقيا كلها طبقا لل. وبعدين هي بس هي مشكلتهم دلوقتي ان انت نقلت المشكله من شمال افريقيا وجنوب افريقيا، دوله جنوب افريقيا بس، نقلتها لكل افريقيا من جوه، اللي بتبدا الدوري من فبراير لديسمبر. كل الدول بتبدا كده ما عدا شمال افريقيا ودوله جنوب افريقيا والجنوب. انت نقلتها للنص، بس خد بالك انت في الوقت نفسه ظبطت نفسك مع المحترفين الافارقه، حليت مشاكل جميع المحترفين اللي بيجوا يلعبوا في يناير في البطولات الافريقيه، ظبطت نفسك على الاجنده الدوليه حقيقي، فالمكاسب اكبر لكل الدول. وبالتالي ايه المشكله؟ طب ما انا باجي بلعب في الشتاء اللي انا ما بلعبش في كوره عندي، بلعب نهائي دوري ابطال افريقيا. فاذا ما الناس كلها تغير زي امريكا اللي كل العالم حاليا بيلعب بنفس الترتيب ده ما عدا افريقيا بس. هو التغيير ده ساعد ان كاس الامم نفسها تكون فعلا في الصيف، يعني التغيير ده حصل عشان كاس الامم. انت لازم تظبط نفسك على الاجنده الدوليه، اوروبا وامريكا اللاتينيه واسيا تلعب بنفس في نفس التوقيتات ديت، انت مختلف فلازم تظبط نفسك عليها. وده صح، انا شايف ان ده تغيير للصح. احنا عانينا الموسم اللي فات فيها في مسابقه الدوري العام في القصه دي، لكن زي ما انت ما قلت لا المكاسب هايله في المنطقه دي. وبرده لو حصل ان عرض التذاكر بدري زي ما انت بتقول، وانا اعتقد ان هو لازم يبدا الاول بدوله من شمال افريقيا، انا معلوماتي السفر اسهل. انا معلوماتي اذا كانت دوله من شمال افريقيا هيبقى المغرب، وانا اعتقد كده برده بس. لكن اذا اتجه لغرب افريقيا او الجنوب عنده مساحه جدا. لا عنده مساحه انه يختار زي ما هو عايز. صعبه جدا. لكن الشمال اعتقد هيبقى الاتجاه. هو انا اعتقد بقى لو هو بدا بدايه زي دي اعتقد ان هو بي بي بيحكم على تجربته هو بالفشل من الاول. بس هي اذا تمت ابدا صح الاول. هي اذا تمت لازم تتم خلال الفتره الحاليه.
يعني اجتماع الثلاث اللي جاي ده على فكره اجتماع مهم جدا، الاجتماع فيه بنود مهمه في مستقبل الكره الافريقيه للفتره اللي جايه، واجتماع هيتكلموا فيه على المرحله الجايه في دوري ابطال افريقيا وفكره المسابقات والملاعب وتطوير المنظومه وتطوير المسابقه، وكمان نهائي افريقيا لو طرح على مائده الاجتماع وازاي يتم تصويق النهائي والمباراه النهائيه تبقى في مكان واحد. طب اسالك سؤال، تفتكر لو عمل الماتش مثلا في المغرب، هو قالب بيه مثلا، قالب بيه عنده 30% هيكونوا معروضين من دلوقتي و 30% او خليهم يا سيدي يعني 40% من دلوقتي، وعندي 30 و30 هيتعرضوا للفريقين اللي وصلوا النهائي، ما هو لازم كده، وانا في الاخر مش هتبيع التذاكر ولاقي نفسي مثلا كنادي اهلي او نادي الترجي مش عارف يروح تونس، صح؟ وعلى حسب بقى الجمهور هيحجز. انت معايا؟ طب فرضا بقى جيت كده فجاه كده رايح رايح يلعب هناك وما يلاقي ما فيش جمهور او او او, أو النجم الساحلي او اي فرقه، خلي بالك هي برضو عايزه نوع من التنظيم، لانك انت في الاخر محتاج انك انت تقدر ترتب ان الجمهور الفريق اللي هيخسر النهائي يوصل النهائي. هي تجربه مثيره، انا بنتظر على احر من الجمر ايه اللي هيحصل السنه دي في المسابقه، المسابقه السنه دي فيها تفاصيل كتير، لما نيجي نقعد نفس القعده دي في شهر مايو السنه الجايه ان شاء الله يديك طول العمر هنلاقي في نتائج ايجابيه كتير جدا ممكن نطلعها ونحطها في ورقتين ثلاثه نوريهم للجمهور ازاي الكره في افريقيا اتطورت ان شاء الله، وازاي الاتحاد الافريقي المرحله الجايه رايح في اطار افضل بكتير قوي 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 عن المراحل السابقه، وده ان دل على شيء بيدل ان الاتحاد الدولي عايز الكره في افريقيا توصل لمرحله افضل من اللي هي فيها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله، نتمنى توفيق للنادي الاهلي وريني فايلر. على فكره الجمهور قال لي طلع عليه حاجه برضو انا عاوز احب اقولها قبل يعني ما نختم. في ناس نزلت لوحه كده على كانها على هيئه مستطيل الاخضر وعليها زي نوته موسيقيه، والبعض قال عليه يعني لو ده اتمنى يحصل بقى فايلر هوفن. فدي كانت كانت حاجه لذيذه جدا ان بدا الجمهور يحس بحاجه، وتاني نكرر تاني لا لازم نتوقف تماما ونتفرج بقى بالظبط، نتفرج ولسه زي ما قلنا تاني عندنا ضغوط وعندنا لسه الضغوط، ولسه لما يكون متعادل او الفوز تاخر او دخل في جون بدري او خرج من الماتش مهزوم او يعني في حاجات كتير قوي مستنيين نشوفها، فلازم نتفرج ونشوف عشان نقول خلاص الراجل ده بيعمل اللي هو عايزه ولا نبدا بقى. ونتمنى ان شاء الله ان احنا كلنا نتفرج ونسيب الراجل يعمل اللي هو عايزه، نتمنى ده. استاذ محمد انا بشكرك على هذه الحلقه وموفق دايما ونلتقي على خير، ودايما كده يا رب النادي الاهلي كسبان على طول وجمهورنا فرحان بانتصارات الاهلي المتتاليه ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا جزيلا على الحوار معك يا محمد. الله يخليك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا. الفقره كانت مهمه جدا واحنا في نهايه الاسبوع مهم جدا نشوف الاحداث على مدار الاسبوع ايه اللي حصل فيها، عشان في النهايه لما بنتكلم احنا بنتكلم من اجل الجمهور، لما بنوصل رسائل بنوصل رسائل للجمهور، لما بنشتغل بنشتغل للجمهور، فدورنا واحنا بنتكلم مع الجمهور نقول له المعلومه الصح، نناقش معاه الامور بموضوعيه وبمنطقيه، والثقافه الفتره الجايه ازاي تكون في مصلحه النادي الاهلي، لان الجمهور لما بيشجع عشان النادي الاهلي، واحنا لما بنشتغل عشان كيان النادي الاهلي يكون رقم واحد، فبالتالي كلنا واحده ان النادي الاهلي يكون رقم واحد. النادي الاهلي مكمل في افريقيا بشكل جيد، اداره محترفه، فريق كوره فنيا الحمد لله بيبدا بشكل كويس، فاللي جاي ان شاء الله افضل وافضل. مباراه اسوان باذن الله يوم السبت نشوف فيها اداء مختلف، في المباراه في توقيت طبعا مختلف عن فترات سابقه الساعه 3 عصرا، لكن ان شاء الله بدايه وموفق النادي الاهلي يا رب في المرحله القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.